مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل في الأسبوع الماضي. هاي أصدقاء، أعتذر لأن كل الأخبار في هذه الحلقة ليست مفرحة. من المعلوم أن يانغ تاغ يعتبر أحد أكبر مغني الراب في أمريكا، فلديه أكثر من 26 مليون بث شهري على سبوتيفاي، لكن لديه كذلك مشاكل قضائية كبيرة. تم اتهام مغني الراب يانغ تاغ بالمشاركة في تأسيس عصابة شوارع عنيفة ارتكبت عدة جرائم قتل، إطلاق نار وسرقة سيارات على مدى عقد من الزمن، واستخدم موسيقاه ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به للترويج لحملاتهم الوحشية. قال ممثل الادعاء في أتلانتا إن الرابر يانغ تاغ هو عضو مؤسس في عصابة في الشوارع ارتكبت ما يقرب من 200 جريمة بما في ذلك القتل وإطلاق النار. يانغ تاغ والاسم الحقيقي جيفري لامار ويليامز ظهر أمام المحكمة لأول مرة بعد اتهامه بالمشاركة في تأسيس يانغ سلايم لايف أو ما يختصر عليه بـ YSL. أعضاء YSL التي لها صلات بجرائم وعلاقات سيئة السمعة متهمون بارتكاب 181 جريمة عنف بما في ذلك القتل، إطلاق النار وسرقة السيارات. يذكر أيضا أن يانغ تاغ وزميله نجم الراب جونا متهمان بانتهاك قانون المنظمات الجورجية المتأثرة والفاسدة. بالتحديد تم اتهام ويليامز بالسرقة من خلال تلقيه مسدسا مسروقا والتهديد بقتل موظف في المركز التجاري بعد منعه من دخول المبنى إضافة إلى حيازة المخدرات. يزعم كذلك أنه استأجر سيارة إنفينيتي استخدمتها YSL في قتل منافس من العصابة، وللمعلومات أقصى عقوبة لانتهاك قانون ريكو هي 20 سنة. تم تقديم لائحة اتهام مؤلفة من 88 صفحة يوم الاثنين في مقاطعة فولتون بجورجيا تقتبس كلمات من مقاطع فيديو موسيقية متعددة كدليل وتتهم أعضاء العصابة المزعومين بارتكاب جرائم عنيفة وذلك لجمع الأموال للعصابة وتعزيز سمعتها. يذكر أن ويليامز شارك في كتابة الأغنية الحائزة على جائزة الغرامي This is America مع Childish Gambino والتي صنعت التاريخ كأول أغنية هيب هوب تفوز بجائزة Song of the Year أو أغنية العام في عام 2019. في خبر آخر، توفي دي جي كي سلي نجم فايري راديو وراب ميكستيب إنوفيتور عن عمر يناهز 55 عاما. دي جي كي سلي الذي عمل بين أجيال الهيب هوب حيث طور نفسه من راقص بي بوي وفنان جرافيتي في سن المراهقة إلى شخصية إذاعية في نيويورك تشتهر بمزيج من الأغاني التي أثارت العداوة بين الرابرز، أي أنه يقوم بالميكسز لهذه الأغاني. توفي يوم الأحد في نيويورك كان عمره 55 عاما وذلك بعد معركة استمرت 4 أشهر مع كوفيد-19. كان سلي فنان شوارع شاب يعرف باسم ديز، حيث قام بوضع علامته المطلية بالرش على جدران المباني وسيارات مترو الأنفاق، كما تم تأريخه في أفلام وثائقية مثل وايلد ستايل وستايل وورز، والآن تم إيقاف بث برنامجها المبتكر بعد وفاته. Rest in peace. في خبر آخر، حكم على مغني الراب كيد كريل الذي كان عضوا مؤسسا في جراند ماستر فلاش وذا فيريوس 5 بالسجن لمدة 16 عاما وذلك لطعن رجل مشرد حتى الموت. أدين مغني الراب البالغ من العمر 62 عاما واسمه الحقيقي ناثانيال جلوفر بالقتل غير العمد الشهر الماضي لقتل جون جولي الذي طعن مرتين في صدره بسكين في أحد شوارع مدينة نيويورك في أغسطس 2017. اتهم ممثل الادعاء جلوفر بطعن جولي بعد أن غضب لأنه اعتقد أن جولي كان شاذا وكان يحاول التحرش به. قال ممثل الادعاء إنه بعد طعن الرجل المتشرد توجه جلوفر إلى مكان عمله القريب، غير ملابسه وغسل السكين ليتم اعتقاله في اليوم التالي. وقال المدعي العام في مانهاتن بعد الحكم إن وفاة السيد جولي كانت مدمرة لعائلته وأولئك الذين عرفوه، كل حياة نخسرها بسبب الجرائم العنيفة في جميع أنحاء مدينتنا مهمة، وسنواصل ضمان أن يعيش كل فرد في منطقتنا حياته بالشعور بالأمان الذي يستحقه.
وفي خبر آخر، توفي مغني الراب ليل كيد المقيم في أتلانتا يوم الجمعة عن عمر يناهز 24 عاماً، وفقاً لتغريدة يوم الأحد من شركة التسجيلات الخاصة به Young Stoner Life YSL. وقع ليل كيد واسمه الحقيقي راكيد ريندر صفقة مع تسجيلات YSL عبر 300 Entertainment في عام 2018، وبلغ ألبومه الأول لعام 2019 المعنون باسم Long Live Mexico ذروته في المركز 26 على 200 بيلبورد. وكتبت YSL في بيان على تويتر يقول: لقد رحل أحد أفراد عائلتنا، ليل كيد كان من أكثر الناس صدقا، لقد كان فنانا أحب معجبيه أكثر من أي شيء آخر، فقدنا أخا، ابنا، أبا وصديقا، أرقد في سلام. نشر شقيق ليل كيد خبر وفاة شقيقه على حسابه في إنستغرام، حيث كتب ليل جاريت قائلا: لا أصدق أنني رأيتك تموت اليوم يا أخي، هذا أمر صعب على أسرتنا. سارع فنانون آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تعازيهم وحزنهم. غرد الموسيقار ترافيس باركر قائلا: تبا اللعنة، أرقد في سلام ليل كيد. وغرد المنتج الموسيقي موردا بيتس قائلا: أرقد في سلام، موهبة رحلت باكرا جدا. ولحد الآن لم يعرف سبب الوفاة، لم يتم الإفصاح عنه. Rest in peace.